القناعة فيما يكون بين الزوجين أمر مهم. لماذا يحدث الطلاق كثيرا في واقع حياتنا؟ السبب هو ماذا؟ أننا أو الأزواج والزوجات ليس هناك قناعة لكل منهم بالطرف الآخر. فالرجل يرى زوجته فيقارن هذه المرأة بما يشاهد مثلا على شاشات التلفاز أو في الصحف والمجلات وغيره، يقارن جمالها بالطبع فتصغر في عينه، أو يسمع أن فلانا زوجته وصفها كذا وفعلها كذا وتصنع كذا، فيقارن هذا بحال زوجته فيزهد في زوجته. والكلام أيضا للمرأة، فكم من امرأة تشكو حال زوجها لا لشيء إلا لأنه ليس مثل فلان في عطائه، في منظره، في هيئته، في حديثه، أشياء أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ميزان، لو أننا امتثلنا هذا الميزان في حياتنا كلها لكنا أسعد خلق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكون زوجتك مثلا ليست على الوصف الذي تريد في منظرها، لكنها ذات دين، والدين هو رأس المال، أو صاحبة خلق، أو حسنة التدبير في البيت. فحينما يقارن الإنسان بين هذه الأشياء يجد أن الله قد أعطاه خيرا كثيرا. ولن تجد امرأة كاملة، ولن تجد المرأة زوجا كاملا في كل شيء، هذا لن يكون في هذه الدنيا. كل واحد منا فيه عيوب وفيه أخطاء.